كنت قلت في وقت سابق ونعاود نكرر، هو أنه يا الجنرال توفيق أول شيء اللي تبدأ به على جال باش تصفي الضمير نتاعك هو أنه تطلب الاعتذار علنا بالصوت وبالصورة من الشعب الجزائري. هذا أول شيء تبدأ به. الشيء الثاني هو اللي يهم ويهم كل الجزائريين والجزائريات، هو معرفة الحقيقة. تساهم من الموقع نتاعك وهذا الناس اللي راهم معاك، لأنه إذا قدرتوا تحرقوا الأرشيف اليوم وقدرتوا تخبيوا هذيك الجرائم التي ارتكبت وهذاك التجسس الذي كان يمارس على العائلات، غدوة ما راكش رايح تمنع قدام ربي. اليد تتكلم والعين تتكلم والأذن تتكلم والرجل تتكلم، وما عندك حتى وين راك راح تروح، والناس كامل تشوف قدام ربي وعباده. بالتالي من حق الجزائريين على جال باش يعرفوا الحقيقة. لذلك كجزائري نطلب منك على جال باش تكتب هذه المذكرات نتاعك وتساهم في الحل، بعد ما ساهمت في الفتنة تساهم في الحل من خلال هو أنك تطلب من هذه العناصر وهذه الناس اللي يخدموا معاك من العملاء، سواء كانوا في وسائل الإعلام والله من الناس هذو الضباط المكلفين بمهمة اللي راهم موجودين في الخارج وراهم يتقاضوا في الأجر تاعهم، أو من الناس اللي راهم موجودين في القنصليات وموجودين في المؤسسات على مستوى 48 ولاية، من خلال العلاقات الأمنية اللي درتها وانت في هذه المسؤولية، العلاقات الأمنية الدولية اللي درتها مع الدول، هو أنك تطلب الكف المتابعة تاع هذه الناس المعارضين وهذه الناس اللي راهم ينوروا في الرأي العام، وتبتعد نهائيا عن الواجهة من خلال إعلان رسمي، وتطلب من هذه الناس اللي كانوا يتعاونوا معك هو أنه تطلب منهم على جل باش يبعدوا نهائيا من هذا الإجرام هذا الذي يمارس على الشعب. شي اللي نقوله لك يا الجنرال توفيق، تخيل غدوة يا الجنرال توفيق راك قدام القبر وراه عزرائيل قدامك وراه منكر ونكير راهم قدامك، إذا كان أنت مسلم بطبيعة الحال يا توفيق، والمجازر التي ارتكبت في الجزائر في بن طلحة في الرمكة وفي كل مكان، راكم تعرفوا المجازر التي حدثت. واحد يجيك راسه مقطوع، واحد يجيك بلا رجل، واحد يجيك بلا ذراع، واحد يجيك بلا اذن، واحد يجيك بلا عين، ويقف قدام الراس نتاعك يا توفيق. تخيل يا توفيق وانت راك قدام القبر ويجيوا ليك الشيوخ والعجايز هذوك اللي هجرت لهم ولادهم، تخيل يا الجنرال توفيق وراك قدام القبر ويجيوا ليك اليتامى، يجيوا ليك المعاقين، يجيوا ليك المعطوبين. تخيل يا الجنرال توفيق وراها 200,000 واكثر من 200,000 قتيل في الجزائر كلها واقفه قدام راسك، كل واحد كيفاش مات، واحد مات في المسجد، وواحد مات في انفجار، وواحد مات في بير، وواحد رميتوه حي في البحر، واحد رميتوه من السماء في كوبتر، وكل واحد كيفاش، واحد مات تحت التعذيب، وواحد مات وانتم تعذبوا فيه بلا شينيول، كل واحد راه واقف قدام راسك يا توفيق. تخيل الناس اللي لفقتوا لهم التهمه نتاع المطار يا توفيق، غدوه راهم قدام ربي، راهو غدوه قدامك بوضياف، وغدوه راهو قدامك بوسليماني، وغدوه راهو قدامك حشاني، وراهو قدامك قصدي مرباح، وراهم قدامك ابو بكر بن القايد، وراهم قدامك الصحفيين اللي ماتوا، والائمه والنساء والرجال والاطفال والشيوخ والعجزه. تخيل غدوه يا توفيق انت قدام القبر وشعب الجزائري كامل راهو قدامك، شعب الجزائري كامل منتفض راهو قدامك وراهو يلعن فيك وانت في القبر. حط روحك في هذا الموقف يا توفيق، لانك ستموت في النهايه. قلنا لك في وقت من الاوقات راهو يجي النهار نتاعك وراك تخرج، والان رانا ما نسمع في وسائل الاعلام هو انه تمت الاحاله نتاعك للتقاعد، هذا الشيء اللي عرفناه. لكن غدوه قدام ربي راك رايح تسال على هذه الارواح، ومش غير انت، كل الناس اللي ساهموا في هذه الجرائم راهم رايحين يسالون على هذه الدماء التي سالت، وعلى هذه الاموال التي تم نهبها، وعلى هذه الاملاك، فيه ناس اللي قتلوهم وادوا لهم الاملاك نتاعهم. تخيل غدوه قدام ربي يا الجنرال توفيق انت قدام القبر، وغدوه قدام يوم الحساب ويجيوا لك المغتصبات اللي تم الاعتداء على الشرف نتاعهم، الامهات اللي تم الاعتداء على الشرف، فيه بعض الامهات زنوا بهم قدام ولادهم،
وش راه رايح يسلكك غدوه قدام ربي يا توفيق. ما ينفعك لا نزار ولا علي هارون ولا رضا مالك ولا شهداء الزور اللي راه منهم مازال الى اليوم مازال يمارس في الشهاده نتاع الزور. كيفاش راك راح تدير غدوه يا الجنرال توفيق قدام المساجين؟ كاين الناس اللي قضوا حياتهم في السجون، اولاد نتاعهم كبروا وتزوجوا ما يعرفوهمش. كيفاش راك راح تدير غدوه يا الجنرال توفيق قدام مئات الالاف نتاع اللاجئين اللي راهم موجودين في الخارج؟ كاين منهم اللي خلى ولاده في الجزائر راهم صاروا جدود ما يعرفهمش. كيفاش راك راح تدير غدوه قدام الملفات نتاع التجسس، قدام الملفات نتاع الفساد، نتاع الرشوه، نتاع السرقه، نتاع الجهويه، نتاع البني عميس، نتاع التزوير؟ كيفاش راك راح تدير غدوه يا الجنرال توفيق قدام ربي؟ كيفاش راك راح تدير غدوه قدام ربي والمدرسه الجزائريه تم التدمير تاعها، المسجد تم التدمير تاعو، الاخلاق نتاع الاسره، اسره دمرت؟ كيفاش راك رايح غدوه تدير يا توفيق قدام ربي؟ راني عارف باللي راهم كاينين ناس يقول لك باللي ما يتحملش المسؤوليه وحده. صحيح، كل العملاء اللي كانوا معاك، كل الناس اللي كانوا يخدموا معاك من شهداء نتاع الزور اللي كانوا يديو في الاموال نتاع السحت ونتاع الحرام، واللي كانت المهمه نتاعهم هي تشويه الشرفاء، تشويه النزهاء، وتشويه الكوادر، تشويه الباحثين، وتخويف الرجال، هذوك غدوه راهم غدوه راهم رايحين يجيو معاك ويتحشروا معاك غدوه. كيفاش راك راح تدير يا الجنرال توفيق؟ وراهين غدوه يتبرؤوا، راهين يتبرؤوا الان راك تشوف فيهم راي العين، راهم صاروا يسبوا فيك في وسائل الاعلام وصاروا ينتقموا منك وانت حي وعينك تشوف. غدوه كيفاش راك راح تدير قدام ربي لما تلقى روحك وحدك امام رب الكون؟ كيفاش راك راح تدير يا الجنرال توفيق؟ ما تنفعك لا فرنسا ولا امريكا ولا اسرائيل ولا السعوديه ولا الناس اللي كانوا يدفعوا فيك للفساد. ما تنفعك لا القراص تاع بوتفليقه ولا القراص تاع القايد صالح ولا القراص نتاع الناس اللي راهم يضربوك في الزرنا. ما دامك مازالك حي توفيق بروفيتي مازال هذه الايامات وتقدم باعتذار للشعب بالصوت وبالصوره وابكي قدام الشعب، لعل الله الشعب هذا يحن عليك، واطلب من العملاء اللي كانوا يخدموا معاك اللي راهم مازالوا الى اليوم سواء كانوا في الجيش ولا في الشرطه ولا في الدار ولا في المساجد ولا في المؤسسات بالمختلف نتاع الهيئات نتاعها، اطلب منهم على جال باش يكفوا من المتابعه نتاع الشرفاء نتاع الاحرار. بروفيتي يا توفيق وروح ابكي لربي، اعتذر واطلب باش ربي يغفر لك، روح حج وعوض، قادر تعوض، قادر تعوض. احنا عارفين باللي الارواح اللي سقطت ما راكش راح تعاود ترجع الروح نتاعها، ولكن قادر تساهم، قادر تساهم من الموقع نتاعك، وقادرين يساهموا هذا الكل، هذ المجرمين اللي كانوا معاك قادرين تساهموا في انقاذ ما يمكن انقاذه، قادرين تساهموا في اعادة اللحمة بمساعدة كل الشرفاء اللي راهم يسعوا على جل باش يعاودوا اللحمة للجزائر. تساهموا من خلال الاموال اللي سرقتوها وديتوها بالجهر وديتوها بالزور، قادرين تساهموا وتحطوا هذه الاموال في الخدمه نتاع الشعب، تتنازلوا عن الاملاك اللي درتوها طوائيه وتطلبوا من ربي على جل باش يغفر لكم، وتطلبوا من هذا الشعب باش يعفو عليكم، وما تورثوش لاولادكم الاحقاد، لانه راهم اولادكم راهم رايحين يدفعوا الثمن كما راهم الان راهم يدفعوا فيها ولاد القذافي، راكم تشوفوا فيهم راي العين. بروفيتي يا توفيق، بروفيتي يا توفيق، وحاول هو انه تساهم من خلال الموقع نتاعك، وهذا الناس اللي راهم معاك ارطاق والكلون تاع ناصر الجن والجماعه اللي معاك، تساهموا في اعاده الاعتبار للناس اللي ظلمتوهم، للناس اللي شوهتوهم، للناس اللي قتلتوهم بالزور وبالبهتان. ساهم يا توفيق انت والناس اللي كانوا معاك، واطلب ربي على جل باش يغفر لك. انا من هذا المنبر من المؤمنين بالمصالحه الحقيقيه رغم الجرائم اللي حدثت في البلاد، لانه احنا رانا نفكروا في الاجيال ما ناش نفكروا في رواحنا. انا شخصيا اي واحد ظلمني، اي واحد كتب عليا، اي واحد شوهني، راني سامح له قدام ربي وعباده، من اجل على جل باش تعيش الجزائر، ومن اجل على جل باش تنهض الجزائر. سارع يا توفيق بلاك تلقى الناس اللي يغفروا لك. وبروفيتي ما دام ما زالوا لك ايامات، واذا كان بقيت على هذا الغي نتاعك فيما بعد راك رايح تعيش مع الشيطان، ويساعدك يا فاعل الخير. هذه الكلمة نتاعي باختصار، إن أصبت فمن الله
وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أشكر كل الإخوة اللي شاركوا معنا في هذا البرنامج اللي كان خاص بالجنرال توفيق والمأساة. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.